ديك الوقت قلبي كان بغي يخرج من بلاصتو. قلت اليوم غادي ندخل الحبس على شي حاجة ما عرفتش كيفاش هبطت عليا. قلت لهم لا راني مريضة وما قدرتش ندوز، غندفع شهادة طبية. قالوا لي عطينا الورقة باش غدوزي امتحان. الورقة اللي انا زورت يالله غادي نجبدها، وهي تقول لي وحدة سيري جلسي حتى ترتاحي وسيري في حالك. المهم بقيت هكا في المخاطرة، دوزت 3 ايام كنتخبى في المرحاض عزكم الله ديال التواليت حتى كيوصل الوقت وكنرجع في حالي. غادي خرجوا النقاط ديال جهاوي وجبت نقطه زوينه بزاف، نجحت. ولكن واخا هكا كانش عندي الحق انني نفرح، كان خاصني نقول بلي انني سقطت على اساس انا في الباك. ماما في انتظار النتيجه كانت كدو معايا بطريقه اللي كانت محبطه وكتهددني، كتقول لي عرفتي نسرين اذا سقطتي غادي نصيفطك تخدمي وديري وديري وديري، وكتعطيني الامثله بالناس وكتقول لي غادي تباني هاد العام على حقيقتك وغادي تباني اذا كنتي مكلخه. وخوالي كانوا كل خطره يقولوا لي عطينا النمره ديالك نشوفوا ليك واش نجحتي، وكان عليا واحد الضغط اللي كان رهيب وربي اللي كان عالم به. كنت كنتسنى غير امتى تخرج النتيجه باش نفرقع هادشي. صحاباتي غادي يخرج لهم انهم يعاودوا يدوزوا للمره الثانيه، يعني الرطاطاج مع التهديدات ديال ماما والخلعه ديالها بين ليله وضحاها، غادي نقول لهم نجحت وما قدرتش نقول لهم سقطت. ما عرفتش علاش كذبت عليهم من جديد، ما قدرتش نهائيا نقول لهم بلي انا سقطت. دابا حريرتي الاولى والثانيه غادي ندبلهم في زوج وغادي ندخل في مشاكل من جديد. فاش قلت لهم نجحت بانوا ليا الدموع في عينين بابا اللي عمرني ما شفتو بكا حتى لذاك النهار. كيفاش غادي نقول لهم راني غير كذبت عليكم؟ ماما واخا كانت قاصحه معايا وكانت هي السبب في هادشي، ما كانتش قادها الفرحه، ولكن ما قدرتش نواجههم. صيف اخر كله من جديد وانا حايره شنو غادي ندير في هذه الكارثه، واش نبقى كتبان عليهم واش نصارحهم. بقيت كنفكر اليوم غدا اليوم غدا، وحده من صحاباتي نجحات والاخرى لا، فقررنا باش اننا نمشيو نقراو في واحد الثانويه وحده اخرى اللي حدا واحد الجامعه. زعما غادي نكتب على ماما فيها بلي راني بغيت نقرا في هذه الجامعه ولكن انا كنقرا في ديك الثانويه اللي حداها، ولكن باش نخرج من ديك المدرسه ديالي الاولى خاص بابا يسني لي ورقه تاع الانقطاع. والله يا ربي والله دخلت بيا الارض وشنو ندير وكيفاش ندير. باختصار مفيد غادي نفكر مزيان ونضرب الف حساب، وقررت انني نقولها لبابا حيت في الاول والاخير تبقى انسان حنين ودرويش ومآمن باي حاجه. ماما العكس ديالو تماما، كتفكر في الناس في الجيران في العائله في راسها، ما كتفكرش في داك المعني بالامر اش واقع ليه لداخل. صحاباتي عياو ما يقلبوا معايا وشجعوني انني نتوكل على الله ونقولها لبابا. جاو عندي صحاباتي واحد النهار اللي ما كانش فيه ماما وكانوا خواتاتي وبابا، دخلت عليه قلت ليه بابا بغيت ندوي معاك. قال لي شنو كاين؟ قلت له بغيت نصحك بواحد الحقيقه. عند بالو ما عرف شنو غادي نقول ليه، ومستحيل انني نهضر على هادشي لانه امر اولا موضوع كيتقبلوش الدماغ. جلست في الصاله ودايرين بيا خواتاتي وصحاباتي، وقفت قدامه قلت له بابا درت واحد المشكل، لساني كان ثقيل عليا كنت حشمانه من راسي. صحاباتي غير تيبكيو. قلت له بابا راه درت وراني فاش قلت لكم نجحت في السيزيام راه ما كنتش نجحت، راني كنت غير زورت. قلت له راه صحاباتي عاونوني، وفاش كنت كنقول لكم بغيت نتحول راه ماشي كنت بغيت نتحول حيت ما عجبانيش المدرسه ولا شي حاجه، كنت بغيت نتحول حيت عشت حوايج خايبين. دابت في ديك المدرسه، تظلمت في ديك المدرسه، فقدت في ديك المدرسه. المهم ديك المدرسه راه عيشتني الجحيم من النهار حتى تفرجلي. بقيت كنبكي وكنعاود ليه حتى صافي عييت وسخفت وشاف فيا. عرفتي تصوري معايا باش جاوب لي بابا في ديك الوقت، كنت كنتسنى اقل حاجه ينوض يهزني يخبطني مع شي حيط ما عرفتش شنو يدير. المهم نهض وشاف فيا وقال لي كيفاش قدرتي تبقي مخبي هادشي في قلبك وهزاه في قلبك هاد المده كامله. فاش قال لي هاد الهضره حسيت بيه بابا ديال بصح، حسيت براسي حقرت ودليتو. وبقى فيا حيتاش بكا في الاول حيتاش نجحت، ودابا حيتاش كذبت عليه. عاودت ليه الحقيقه كلها وقال لي شنو دابا الحل. قلت له الحل الوحيد بابا انك دير لي انتقال لواحد المدرسه، وانا راه غادي نكذب عليهم ونقول لهم بلي انني درت هاد الجامعه. تلبش بلا قياس، واخا هكاك مسكين ما قال لي حتى شي كلمه ضرني، قال لي ماشي مشكل هو يعاوني. غادي ندير ديك المدرسه واحد المدير فيها عمرني ما نساش شنو دار ليا، واخا يقولوا لي هذاك راه ناقصه غير السماحه ديالك باش يرتاح، والله ما نسمح لي لا دنيا ولا اخره على واحد التصرف اللي دار بيا. غادي نمشي مع بابا عند داك المدير اللي غادي نعطيه النتيجه ديالي. فاش قراها شاف نقاط مزيانين، قال لي واش فيت لك سقطتي؟ قلت لي اييه، دلني وعيرني قدام بابا. قال لي واذا انا قبلتك في هذه المدرسه شكون ضمن لي انك غادي تنجحي ولا لا، وما تكونيش كيف الاول مكلخه وتهبطي لنا المستوى ديال الثانويه. حقرني وما حشمش من بابا اللي شافو كان ساكت وداخل سوق راسو، شافني انا باغا ديك المدرسه وكتب لي بحال الجنه. تخيلوا لدرجه انه غادي يدخل لي في شرفي ويسبني ويقول لي سيري قراي سوره النساء، وراه البنات ما خصهمش يهضروا مع الدراري، وكيدخل في شي مواضيع اللي ماشي من حقه اصلا يدخل ليهم، وما عرفش علاش جابهم.
ندمت علاش مشيت لديك الثانويه ودخلت عند ذاك المتوحش وفقدت الامل. بقيت كنقلب على ثانويه واحده اخرى حتى بدات القرايه، ومستحيل نرجع لمدرستي القديمه. ما لقيتش اللي يقبلني، صبرت راسي، درت حجره على قلبي ومشيت ليها. انا في عز هذه الازمه غنقول لماما غادي نمشي لهذيك الجامعه. تخيلوا شنو قالت لي؟ قالت لي درتي حتى عييتي وغادي تمشي تقراي مع صحاب. بدات كتنقص مني وما خلات معايرات فيا وما تقبلاتش ديك الجامعه. ما حيتي نقول ليها عاد ندخل الباك وما عارفاش واش غادي نشد ولا لا، وما حيتي انني نهدن فيها ونقول لها هذيك هي الجامعه اللي بغيت. حطيت راسي في مواقف خايبه على وديت صورتها، ولكن هي ما كاينه في هذا العالم. فقدتني الثقه والامل في راسي وحياتي، وكانت كتصغر بيا قدام الناس وما كتحترمنيش. رجعت لديك المدرسه وداز عندي عام كله كحل، وبديت كنتصير في القرايه، وقررت باش انني ندير مراجعه، وباش نديرها بابا ما يقدرش يخلصها عليا. كذبت على ماما بلي انني بغيت ندير واحد الفورماسيون. المهم كنت كندير المراجعه وعند بالها كانت فورماسيون. بقيت على هذاك الحال، جاتني كورونا وتاثرت بها صحيا. قلت لا والو، خاصني نتقاتل باش نحمر وجه ماما. الساعه عاد ما غدا وكتزيد كتقصح معايا وكتحملني مسؤوليه لا دخل ليا انا فيها، وكتنعتني غير بالكلام الخايب. كتدخلني بالفاسده وتخرجني بها، وانا اقسم بالله عمر شي واحد ما تجرأ عليا. هي عند بالها بلي انه اذا عيرتني بهاد الكلمه انا غادي ندير النفس وما غاديش نمشي لديك الطريق. ولا كانت تقول لي ها انت نجحتي، شنو درتي بديك الورقه؟ ولا نياتك ولا نياتك. وما عرفاش راسها بلي انا كل نهار كانت كتقتلني بهاد الكلام. كتقول لي كنكرهك، كتمزح فيا رجليها، ترى ما ديك تجري قدام عباد الله وسط الشارع وسط الناس بوحدنا وطيح عندي. كتعرف عليا بلي ما عمرها عندي شي حاجه في حياتي، وانا اصلا كنتقاتل المهم كانت محطماني وانا اصلا كنت محطمه. قريت ودرت بزاف ديال المجهود، كنت خايفه لاني ما توفقش. كملت العام غير بالسس. هاد الوقيته غادي نتعرف على واحد السيد اللي كان ما بيناتنا الثقه وخدام وتمكن بالحق. عارف داكشي اللي عارفه ماما اللي انني ناجحه وما عندي حتى شي مشكل في الوقيته اللي انا كنت غارقه مشاكل. بقينا غادي على هاد الحال حتى قرب ليا الوطني، ودرت سبب بلي وحده من صحاباتي ما نجحاتش وغادي نمشي نبقى معاها نساندها. المهم جمعت حويجاتي، هزت ورقاتي وادواتي، وغادي تحل ليا صاحبتي بابها للمره الثانيه. رجعت لصلاتي وتوكلت على الله. بابا كان عارف بلي انني غادي ندوز الوطني، كنوض الصباح ما معايا حتى شي حد، ساليت ما كيسول فيا حتى شي حد. الحلاوه ديال الباك عندي مفقوده. كملت وبقيت كنوجد باش انني نسمع اخبار الخير ونبدا صفحه جديده ونسد على البشر. نهار ديال النتيجه جمعنا عند صاحبتي وهي نجحات. بقيت كنتسنى نوبتي بحال كنت جالسه في شي بيت مظلم، وخات لي شمعه مضويه اللي حدايا شويه غادي تطفى. لقيت راسي خرج لي الراترباج، مرضت وما تقبلتش وقلتها لبابا وتأزمت. دوزت هذاك الراترباج وانا ما حاملاش وحشمانه من بابا. بقيت كنتسنى شي حاجه نجي تبدل حياتي، هذاك الباك هو حياتي الجديده. نهار ديك النتيجه وصلت 12 ديال الليل، وجلس انا وخواتاتي كنطلبوا الله، وكان واحد المنظر اللي كان عجيب. شويه غادي يوصلني ميساج من عند صاحبتي، نسرين راكي سقطتي. يئست وفكرت في الانتحار، شنو غادي نستافد؟ نعترف راه دازت عليها عامين، شنو غادي ندير؟ ما بقى عندي ما ندير. ماما ما كتحش بيا وغير غدا وزايده فيه، عمرها ما سولتني لا مالك ولا حتى عنقاتني. جاني اكتئاب وما لقيت لما نشكي وما كنقدرش لا نبكي. ورغم هذا الشيء هاد المره غنبقى شاده في صلاتي. واحد النهار قررت انني ندخل لواحد الجامعه غير بالنيفو باك، غادي نقلب على واحد الماده اللي تمحلت باش نلقاها وما كنتش عارفه اصلا شنو هي. قالوا لي اجي غدا تقريها. دخلت ولقيت مادة اللي تصدمت بها، عمرني ما حلمت بها ولا طاحت لي على بالي. جاني داكشي صعيب في الأول، أي واحد معايا تيقراها إلا وعجباه إلا أنا. كل نهار تنبكي علاش تحطيت في هذا الموقف، علاش درت في راسي هذا الشيء. دوزت شهرين حبيت المادة وليت كنجي من الأوائل. لأول مرة غادي نختم القرآن وتقربت من الله أكثر. كيف قلت لكم غادي نتعرف على واحد الدري وكنت كذبة عليه بخصوص المسيرة الدراسية ديالي، وكان كيعرف ما بينه وما بين مولانا وتيصلي ألف وحدة تمنى. التعامل ديالو مزيان معايا ومؤخرا بحال اللي تقرب مني. انا كنثق فيه وعندي ثقه بلي انه ما يقدرش ياذيني، لكن خايفه لنطيح في شي معصيه وينتقم مني مولانا. يكفي انه السخط اللي كنقيل كنسمعو من عند ماما. انا حاليا ما عرفتش واش نبقى معاه او نقطع عليه، علما انه عمره ما انه صارحني غادي تكون ما بيناتنا شي حاجه ديال المعقول. باختصار انا اليوم تنقرا قرايه بعيده على شنو كنت كنتمنى. بالحق ربي عطاني فرصه في دومين اللي وليت كنشوف راسي فيه. انا قريبه من مولانا وعمري ما غادي نتخلى على طريقه، حيت هي فينا وليت كنرتاح. قصه الصراحه كتبان ليا مازال ما كملاتش، ما عرف شنو مخبي لي غدا، ولكن خير ان شاء الله. انا خايفه انني نتفضح
وخايفه لما نشدش داك الباك حر اللي دفعت ليه هاد العام. خايفه هضرتي مع هاد الانسان توصل لشي نهايه ما لا يحمد عقباها وما عارفاش واش نصارح ماما بهاد الحقائق ولا لا. بدي اسمع قصتي، ما كرهتوش يعطيني رايو شنو ندير بالنسبه لماما، ما عارفاش شنو نقول عليها، واش الله يسمح ليها ولا ندعي عليها. كل نهار كتدعي لي بالمرض خبيث، كل نهار كتحطمني وكبرتني بشخصيه ضعيفه. بغيت نقول لهم شكرا من القلب، حيت بصح كل ما كانوا شو ما عرفتش فين كنت غنكون. وقفوا معايا بزاف، كنشكر صاحبتي اللي عطتها فرنسا، حلتني باب دارهم وستراتني، وربما جبت لها مشاكل كاع مع عائلتها باش تغطى عليا. وكنشكر الثاني اللي سيها تعرف راسها، حيت دارت مثلات ماما في واحد الوقت اللي كانت ماما ما في خبرها والو، ما عارفاش وما حاساش بيا، هي اللي كانت كتعوضني كتحن فيا. وكنشكر حتى الثالثه اللي هي تعرف راسها اختي، حيت خواتاتي كانوا بناتي وكانوا هما الدم ديالي، هما اللي كانوا يولوني باش نزيد القدام ونرجع من جديد انسانه. وما كرهتش نعوض بابا وخي شويه من داكشي اللي دار معايا، ونرد صحاباتي خيرهم معايا كنساهش. واي مجمع في اي بلاصه فاش كيبداو يدوا على الناس مزيانين كنكون فرحان وكنجبدهم وكنقول لهم عندي واحد صحباتي ذهب من القلب كنبغيهم. ما كرهتش الشيء اللي كانوا يبغيو عيني راه نعطيهم ليهم، راه ما نقدرش نقول لهم لا على شي حاجه. بغيتهم يسمحوا لي بزاف اللي كنت ضريتهم شي نهار السوق قصدت وما قصدتش، حيت ما يمكنش انا نبغيهم يبعدوا عليا شي نهار. اي وحده سوا كانت ام تعطى الحنان لبناتها، ماشي صافي ما عمرك ديري الفرديه تاعك ربي 5 الصباح 5 الصباح. واي بنت ما تسكتيش ملي كتسكتي كيكبر. انا غير مشكل صغير صغير بزاف كيتحملو، رديت مشكل كبير وكبير بزاف. ويا لها من حكايه ويا لها من احداث. اولا نسرين شكرا على الثقه ديالك وعلى التفاصيل اللي شاركتي معنا في حكايتك. كاين بزاف ديال النقاط اللي غادي نتطرق لهم في القصه ديالك. رأي ديالي كاخت ليك انا غادي نعطيه لك دابا، والمتتبعين الكرام غادي يقولوا لك واش كيوافقوني الراي او اللي عندهم شي راي اللي حسن من ديالي واللي غادي يريحك. البارح قلت لك كملي في هذا الدومين اللي لقيتي فيه راسك، قلت لي راه عاجبني ولكن كلشي كيتسنى ندير شي حاجه اللي هي كبيره. غادي نجاوبك بسؤال، لمن كتقري؟ لمن كتبني حياتك؟ وعلى من غادي تطمحي وتجتهدي؟ ولمن غادي تحققي الاحلام اذا ما كنتيش انت اللي معنيه بالامر وانت صاحبه هذه الاحلام؟ اذا كنتي كتامني باللي راكي كتعيشي الناس وحد اخرين باش ترضيهم، عرفي باللي انه اكيد غادي يجي واحد النهار وتندمي ندم شديد على هذا التفكير ديال اليوم. انت لستي مطالبه ابدا باش انك تحبي ماماك، انت مطالبه انك تقبليها كيف ما هي مهما القساوه ديالها. ما عرفناش الزمان شنو دار فيها وخلاها تكون هكا، واخا هذا راه ماشي عذر، ما كنختاروش والدينا. دعي ليها في كل صلاه في كل سجود انه مولانا يحنن قلبها عليك. حاولي شي نهار تشديها من يديها وتخوي عليها قلبك بكل ما فيه وتسولي علاش كتعامليني بحال هكا، واذا ما كانتش نتيجه من الجواب ديالها تجاهلي سلبياتها وعيشي الحلم ديالك. وإذا ما شديتيش الباك الحياة ما كتوقفش عليه، تقدري توصلي وتنجحي بلا بيه. خصك تعرفي بلي أنه لا الباك ولا النقط كيدلوا على المستوى الذكاء ديال الإنسان أو النجاحات ديالو، هو فقط وسيلة باش كتاح لك فرص أنك تدخلي المدارس وديري واحد النوع من المهن. أنا كنظن بلي أنك تستمري، وإذا ما قدرتيش تصحي ماماك في الموضوع ديال النجاح كنقول والله أعلم أنك تنسيه ودوزي مرحلة جديدة في حياتك. ودابا غادي نقصوا لهذا الإنسان اللي تعرفتي عليه نصيحة ذهبية مني كأخت ليك، أنت باقا في ريعان الشباب ديالك، مازال ما بقيتيش حتى على العشرينات، ما ترخصيش راسك وما تسمحيش لحتى واحد باش أنه يتقرب منك. ما تقوليش أنا كنثق فيه ما يأذينيش ولا ولا ولا، زوج أشخاص الشيطان ثالثهما. ما تسمحي حتى حد يتقرب منك، ما ترخصيش راسك، أنت حاليا محتاجة تركزي على الشواهد ديالك والنجاحات ديالك باش أنك تبني مع نفسك ولنفسك ديك الثقة اللي فقدتيها. كوني أكيدة باللي أنه غادي يجي الوقت المناسب مع الشخص المناسب باش غادي تكملي مع حياتك. إذا بغاك المعقول يدخل من باب الدار، وإذا بغى يلعب كاينين المساحات ديال اللعب، أما أنت خط أحمر، انت ما رخيصاش، انت ما محتاجاش علاقات حاليا. ديك القضيه نتاع متدين او 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 وراه دابا بدا كيتقرب مني، ما كتشوفيش بلي انه هذا الامر عكس هذا الامر؟ اعتذر ولكن خليني نكون صريحه معاك، كاينين شياطين اللي كيدخلوا من باب ربي، كيدخلوا لك من المحبه ديالك لمولانا باش يبينوا لك بلي انهم ملائكه حتى يتمكنوا منك وتبان الحقيقه ديالهم. انا ما كنتهموش لانني ما كنعرفوش
ولكن كنذكرك فقط للاحتياط. انت حاليا ما محتاجاش لأذلك قلبك، محتاجة ترمم من النفس ديالك وتقوي نفسك باش انك تنجحي. انت غالية وطموحة وعندك احلام، وانا اكيدة 100% انه غيجي واحد النهار وتقولي لي انا نجحت في داكشي اللي بغيت. ان شاء الله انت محتاجة انك تفرحي راسك هو الاول، ما ترخصيش راسك، كوني غالية، كوني ثمينة، واللي بغاك راه كاين باك. هذه كانت نصيحتي، وانتم يا متابعين يا احباب هذه القناة ما كرهتكمش انكم تخليوا الرأي ديالكم المصري لانه كيهمها وباقا مازال شابة، فهي محتاجة التوجيهات ديالكم ونظرتكم على الحياة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.